في ناس غير الدياجنوستيك تيست بيعملوا زي تشيك ليست هيك ورقة تشيك ليست، كيف يعني بالأزمة كنا نحكي مثلا كنترولد ان كنترولد وجاوب على أسئلة معينة. نفس الشيء هذا بالستريبتوكوكس فارنجايتس، في أسئلة معينة أو نقاط معينة إذا موجودة عند المريض باخذ عليها نقاط، كل ما زاد عدد النقاط اللي باخذها معناها الريسك إنه عنده هذا الستريبتوكوكال انفكشن عالي. يعني عايش بسأله، بسأل عن هذا السلايد لمعلوماتكم مش حفظ، بس هيك اعرفوا انه في شيء اسمه زي تشيك ليست. بسأل عن التمبريتشر، اذا التمبريتشر فوق 38 بيعطيها نقطه، تحت 38 تاخذ صفر. ابسنس اوف كاف، لان احنا حكينا الكاف جاي اكثر مع مين، بكتيريال ولا فايرال انفكشن؟ الكاف كتبناه هون تتذكروا كاف، حتى الاغلب تكون دراي كاف. يس هاي جاي مع فايرال، وبالتالي absence of cuff بياخذ نقطة إن هي على الأغلب بكتيريال. swollen tender anterior cervical nodes قلنا إذا بيحس رقبته من برا بيلاقيها نافخة فهاي بياخذ نقطة. tonsillar swelling or oxidate يعني فتحنا تمه لقينا في whitish spots هاي بياخذ نقطة. والعمر قلنا أكثر age risk مين؟ من 5 ل 15، هون معرفها من 3 ل 14 يعني نفس الشيء. فهو إذا من 3 ل 14 باخذ نقطة، أكبر من 15 سنة باخذش نقطة باخذ صفر، والعكس اللي فوق ال 45 يمكن أدفانتج هدول لأنه الريسك قليل إنه يصير عندهم ستريبتوكوكال فارنجايتس. المهم بنروح بنشيك عليهم وحدة وحدة وبجمع النقاط اللي مجمع كلياتهم، يعني كلهم يس 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 يس، يعني كلهم أخذ النقاط تبعتهم، يعني الأربع نقاط هي أعلى سكور، يعني عندي احتمال 50 ل 53% إنه عندي بكتيريال انفكشن. بس برضه لما تحكي 50% مش هالنسبة العالية، عشان هيك احنا بنحكي لما بنعمل دايجنوستيك تيست بكون انا متأكدة 100% انه عندي او ما عندي بكتيريال انفكشن. فهذا يعني بيساعد، بس هو صراحة مش فيصل انه انا عندي او ما عنديش. يعني لاحظوا بأحسن الاوضاع بحكي لك عندك 53% ريسك انك ستريبتوكوكس انفكشن. طب وشو يعني؟ فاخر شيء انا بدي احكي حتى اعمل دايجنوسس بعتمد على السيمتومز، وبعتمد لازم اعمل دايجنوستيك تيست. باول شيء بعمل راد تيست، اذا طلع بوزيتيف خلص ريحنا من ستريبت الكلتشر، اذا طلع نيجاتيف لا لازم اعمل كلتشر حتى اتاكد ان عندي بكتيريا انفكشن او لا. شو رايكم انتم بالاردن نعمل هذا التيست احنا ولا بس بعتمد على السيمتومز؟ بس على السمتوم بصراحة، احنا بالاردن ما بنعمل لا كلتشر ولا بنعمل الراد تيست. يمكن هلا لقدام حكي لكم، يعني يمكن يكون شوية منطقي عنا اللي بنعمله بالاردن بس لما اوصل للتريتمنت. الكومبليكيشنز انا حكيتها ولا لا يا جماعة؟ هاي الكومبليكيشنز سبريتيف نون سبريتيف؟ لا لا. طيب ممتاز. فهون بقول لك كونه مش يعني البكتيريال نت تيستينج فور ستريبتوكوكس بكتيريا يوجوالي نت ريكومندد اذا انا عندي سيمبتومز تبعت الفيروس. يعني اذا اجاك مريضك عنده دراي كاف، راينوريا، هورسنس، السر، دياريا، شو كمان حكينا، كونجنكتيفايتس، خلص ماشي ما مع فايرال كثير سبيسيفيك للفيروس. طيب شو في عندنا كومبليكيشنز لل فارنجايتس؟ في شيء اسمه سبريتيف وفي شيء اسمه نون سبريتيف. ايش يعني سبريتيف اصلا بالعربي؟ سبريتيف وين مرق معنا اصلا بالاوتيتس ميديا سبريتيف؟ قيحي دكتوره. قيحي، ايوه قيحي، يعني في بص في ابسس. فلما نقول سبريتيف شو في امثله على السبريتيف كومبليكيشنز؟ بيري تونسيلر ابسس، شوف انا حطيت صوره مشان يكون الوضع شوي واضح. هاي شايفين؟ تخيلوا حلقه بالخزاء وبيطلع منه خراج، هاي من الكومبليكيشنز. هاي سقف الحلق، هاي لسانه، سقف حلقه من خزاء بيطلع خراج. مثلا سيرفيكال لينفا دينايتس، الليمف نود كلها بصيرها انفلاميشن. احنا قلنا الحلق يعني من برا اذا حسينا بنلاقي اللوز نافخه، بس اذا ضل انتريتد من الكومبليكيشنز كل الليمف نود بهاي المنطقه بصيرها التهاب. ما هي الليمف نودز وين بتتجمع؟ من اللي بالرقبة، تحت الإبط، تمام، في الفخذ، يعني هاي المناطق الميل اللي فيها الليمف نودز. وهون بيجي بوصل لمرحلة كل المنطقة هاي بتنتفخ وبتلتهب.
هاي برضو من separative complications. برضو هاي من separative necrotizing fasciitis. بكون شوف الصورة طبعا. تخيلوا. هاي من complications of untreated pharyngitis and tonsillitis. حتى بسموها لها اسم تاني flesh eating disease. اكل اللحم. تخيلوا. يعني السكين تبع بلش يتاكل. هاي necrotizing fasciitis. اكل اللحم. هاي كلها تعتبر من السبريتيف كومبليكيشنز. طبعا ممكن يصير عندنا ماستودايتس زي الاوتايتس ميديا. ينتقل يصير عندي اوتايتس ميديا. ساينوسايتس التهاب جيوب. ينتقل التهاب من مكان لمكان. هاي كومبليكيشن. هلا النون سبريتيف كومبليكيشنز لسه برضه اخطر واخطر. تعمل لي اكيوت روماتيك فيفر. ايش هي الاكيوت روماتيك فيفر؟ اكيوت روماتيك فيفر هو الديزيز، يعني انه تسمعوا انه التهابوا اللوز ونزلوا. لما نقول نزلوا هاي اكيوت روماتيك فيفر. عوان تنزل، في ناس بتنزل على الهارت، بصير عندها اندوكاردايتس او التهاب في غشاء القلب. وفي ناس نزلوا يعني لا باس بها، بصير عندهم هارت فيلر، بضل هارت فيلر، ضل طول عمره هارت فيلر. في ناس بنزل على الركب او على الجوينتس مينلي، بصير روماتيزم. في ناس على البرين، في ناس بالسكين. تمام، هيو الصورة واضحة. ببلش ستريبتوكوكس فارينجايتس اند تونسيلايتس، بينزل على الجوينت، على الهارت، على السكين، على البرين. هاي نسميها روماتيك فيفر. ممكن يضرب لنا الرينال، يصير عندنا رينال فيلير. ارثرايتس اللي هي زي الروماتيزم، روماتيك ارثرايتس. تمام. هلا دكتور، هلا دكتور بيتحمل لا توصل لهاي المراحل. هي اذا عالجنا من البدايه ما بوصل لهاي الكوميونيكيشن. هاي وحده. ثاني شيء قديش رده فعل الجسم. يعني في ناس بينزل مثلا على الركب بس بالاخير بيطيب، في ناس لا بضل اسمه روماتيزم، طول عمره بضل بيتعالج روماتيزم. في ناس بينزل على الهارت نعطي مضاد حيوي بيطيب، في ناس لا بضل تبعات وبضل عنده هارت فاليير. فيعني قديش ردة فعل الجسم لهذا الموضوع، يعني حسب، يعني بيدخل فيه أكثر من عامل. عمر المريض لما صار عنده الانفكشن، هل بسرعة دخلنا ولا ما دخلنا، هل عنده ديزيز تاني بيأثر ولا ما عنده. يعني هي الموضوع ملتي فاكتوريال. طيب هلأ نبلش إيش بالتريتمنت. هدف التريتمنت زي ما حكينا نعالج الساين اند سيمتومز تبعت المريض، نحاول نمنع اي سايد افكتس من الدواء، نمنع الكومبليكيشنز اللي هلا حكينا عنها، وقدر الامكان نمنع انه يصير ترانزميشن، يعني يعدي الناس اللي حواليه هذا المريض، يعني اخوانه، اهله اللي بيدرسوه، يعني اي حدا عنده كلوز كونتاكت معه نمنع الترانزميشن لهم. اول خطوه بالتريتمنت اللي هو نون فارماكولوجيكال ثيرابي، نحاول نريحه، ياخذ سكليف، يرتاح، يعطل عن المدرسه، عن الدوام، يزيد الفلويد انتيك، خصوصا يعني كمان نقول تكون شوي دافيه مش بارده، يعني ياخذ سوائل دافيه. لوزنجز، ايش اللوزنجز؟ لسات المسكن والظهر. هاي مو بالماس، مو بالماس دكتور، هاي انتسبتك. لا اللوزنجز الماس. ايش يعني اللوزنجز؟ ايوه اللي هو ما زال سربسلز يعتبر نوع من انواع اللوزنجز. في عسل، فيه هيربل، فيه مطهرات، ابصر شو هدفها. هاي ايش؟ انها نضل المنطقه دائما فيها سلايف. شو هذا باللوزنجز؟ طول ما انت بتمص في هاي السترب سيلز بضل يطلع سلايفا من التم، فالسلايفا بترطب منطقه الحلق وبيساعد انه يصير فيه هيلينج. الجارجل برضه انه يتمضمض بمي وملح. الايودين جارجل هذا برضه سحر على فكره، كثير مفيد الايودين جارجل، لانه الايودين نفسه له انتي باكتيريال افكت. فلما يوصل لما بتمضمض بيوصل دايركت على التونسايل. ففي زي ما احنا ناخذ مضاد حيوي سيستميك افكت، هذا الايودين بيكون له لوكال افكت على نفس التونسايل، فكتير مفيد الايودين جارجل. تمام، زي البيتادين. البيتادين اتوقع اسم تجاري، اسم تجاري. اوكي، بين كيلر برضه لانه عنده بين،
شو في عند بين كيلرز أسيتامينوفين أو البرستامول والإنسيدز؟ بس وجدت الدراسات إنه الإنسيد بيزيد هاد بيزيد الريسك للفاشيتس. وبالتالي الأساس إني أبلش بمين؟ بالبرستامول. إذا البين كتير سيفير وأنريليفد باي برستامول ممكن أضيف إنسيد بلودوز. تمام؟ يعني أحاول أبعد عن الإنسيد. أحاول أبعد عن الإنسيد لأنه بيزيد هذا الريسك أوف كومبليكيشن، هذا النيكروتايزنج فاشيتس بيزيد ريسكه. تمام؟ وبالتالي ببلش بالبرستامول كدراج أوف تشويس، ما زبط بزيد إنسيد بدوز قليلة. نيجي هلا على المضاد الحيوي. المضاد الحيوي لا يعطى الا اذا تاكدت 100% انه عندي هاي لاب كونفيرمد ان عندي ستريبتوكوكس بايوجينز او ستريبتوكوكل فارنجايتس، اذروايز ما بعطي مضاد حيوي. هاي اول مفتاح للحل. اذا تاكدت انا بالساين اند سيمبتومز بالراد تيست بالكلتشر انه كله اكد لي انه عندي ستريبتوكوكال فارنجايتس ببلش مضاد حيوي. هاي اول نقطه بدنا نحكيها عن المضاد الحيوي. ثاني نقطه، الدراج اوف تشويس هو بنسلين اور اموكسيسيلين. تخيلوا بس بدي اورجيكم البنسلين جي جاست وان دوز وخلص بطيب. البنسلين جي هذا الانجكشن اي ام وان دوز، ولا حتى ايام ولا يوم اكثر من دوز، هي جرعه واحده ابره واحده اي ام باخذها المريض وبتطيب. ليه؟ لانه البنسلين ريزيستنت هاي جي اي سي اش جي اي سي اللي جروب اي ستريبتوكوكس نفس هي البكتيريا اللي بنحكي عنها. هاز نيفر بين دوكيومنتد. تخيلوا ما عندنا ولا بكتيريا، هاي طبعا دراسات من امريكا ومن اوروبا، بعرف اذا بالاردن عندنا، بس وجدت دراسات انه ما عندنا ولا بكتيريا ريزيستنت للبنسلين. عشان هيك بنسلين جي تكفي دوز واحدة للعلاج. هلا الاورال لانه اورال بدنا لا 10 ايام يمشي، اموكسيسيلين بده يمشي 10 ايام. بس ثاني نقطة اللي بدي احكي، البنسلين فيري افكتيف، الاموكسيسيلين فيري افكتيف، حتى مش مضطرة اعطي اموكسيكلافيونيك اسيد. لاحظوا من كتر ما هي البكتيريا سسبتبل، يعني بتتجاوب على الدواء، بعطي بس اموكسيسيلين، ما في اموكسيكلاف، ما في اموكسيسيلين كلافيونيك اسيد. اموكسيسيلين لحاله هاي الحبة الصف السوداء والحمراء از افكتيف. تمام؟ فهي البكتيريا على قدر خطورتها وانها بتعمل لي كومبليكيشن، الحلو فيها يعني دائما في شيء بوزيتيف ونيجاتيف، انها فيري سنسيتيف للبنسلين وللاموكسيسيلين، الحمد لله رب العالمين. فيري افكتيف. فلانها افكتيف البنسلين والاموكسيسيلين هم دراج اوف تشويس، وبزيد طبعا اختيارهم انهم دراج اوف تشويس انهم ما لهم كثير سايد افكتس، وكمان الكوست تبعهم رخيص. فهم دراج اوف تشويس البنسلين في اور جي، الجي هو الانجكشن والفي هو الاورال، او الاموكسيسيلين الاورال العادي من غير كلافيولينيك اسيد، هم الدراج اوف تشويس طبعا اذا ما عنديش الرجي. هلا هنحكي عن الرجي. اوكي يا جماعه، اذا دراج اوف تشويس للعلاج اذا ما عندي الرجي هو واحده من هدول الثلاثه حسب الافيلبل، بنسلين في هدول الاورال، بنسلين جي اي ام انجكشن، او اموكسيسيلين. حسب اللي فهمته انا البنسلين مش موجود كثير بالسوق ولا بالمستشفيات، فبصفي الاموكسيسيلين هو دراج تشويس. حتى الدوز، لاحظوا الدوز تبعت الاموكسيسيلين الريجولر دوز 50 ملي جرام بير كي جي بير داي. احنا قلنا بالاوتايتس ميديا لانه عندنا هاي ريزيستنس ريت، اضطرينا وين نروح بالاوتايتس ميديا؟ للهاي دوز. ايوه هاي دوز، اعطينا 90 ملي جرام بير كي جي، هاي تعتبر هاي دوز. هلا هون بالفارنجايتس لانه هاي الستريبتوكوكس بايجن ما لها ريزيستنس ريت عالي، لا برجع للريجولر دوز اللي هي 50 ملي جرام بير كي جي بير داي. 50 ملي جرام بير كي جي دي وانس ديلي، اللي هو وزنه 10 كيلو جرام، 500 ملي جرام وان ديلي، وانس ديلي. او ياخذ 25 بير كي جي توايس ديلي، انتوا احفظوا خلص هاي الاولى. 50 ملي جرام وانس ديلي، جرعه كافيه في حاله ستريبتوكوكال فارنجايتس. كديوريشن اذا باخذ انا البنسلين في بده يمشي 10 ايام عليه، قديش الدوز؟ 250 ملي جرام توايس
أو 250 thrice ثلاث مرات. إذا كبار بالعمر 250 أربع مرات أو 500 twice. حتى هذا مثلا بالإنسلين لا يعتمد على الوزن، هو فيكس دوز 250 أو 500. هلا مثلا بنزافين بنسلين جي، هذا الانجكشن يعتمد على الوزن، يعني اذا وزنه اقل من 27 كيلوغرام باخذ 600,000 يونت، اذا وزنه فوق 27 كيلوغرام باخذ 1,200,000 يونت. هاي جست وان دوز، ولاحظوا شو الريكومنديشن سترونج هاي، يعني فيري افكتيف هاي ريكومنديشن. مين اللي بيلعب؟ اوف في عنده صدى صوت. طيب نيجي هلا للالرجي، شو رايكم؟ هاي ماخذين حاطين لك للالرجي سيفالكسين، سيفادروكسيل، كليندامايسين، ازيثروميسين، كليريثروميسين. احنا صرنا نفهم للالرجي، شو رايكم؟ متى بعد السيفالكسين او سيفادروكسيل؟ لما يكون اي نوع من انواع الالرجي عند المريض؟ كنت تايب 1 تايب 1 تايب 1 صح؟ أنا أحكي فالسبورين ما بعرب عليها إلا إذا عندي نن تايب 1 أليرجي. طيب إذا حكينا واحد عنده ستريبتوكوك الفرنجاتس وعنده نن تايب 1 أليرجي، عندي خيارين، يا بعطيه سيفالكسين أورال أو بعطيه سيفادروكسيل، تمام؟ برضو 10 أيام وهي الدوز موجودة. لو كان عندي تايب 1 أليرجي بروح على الماكرولايتس، ببعد عن السيفالوسبورينز، يا عندي أزيثروميسين أو عندي كلاريثروميسين. الأزيثروميسين هو نفسه الوحيد برضو 5 أيام زيه زي الأوتيتس ميديا، يعني لاحظوا كديوريشن كل اللي ديوريشن 10 أيام إلا البنسلين جي إنجكشن 1 دوز والأزيثروميسين 5 أيام، أذروايز كله بده يمشي عليه 10 أيام. طبعا الكليندامايسين نتركه إذا ما جاوب على الخيارات، يعني مش فيرست شويس، نتركه إذا ما جاوب مثلا على السيفالكسين، ما جاوب على الأزيثروميسين، نعطيك كليندامايسين. ايش في خيار ثاني اذا ما تجاوب برضه بالبراكتس يا جماعه؟ اذا في عندي ريكيرنت فارينجايتس، لا سيفتريكسون، لا يعني بده يكون اللي بجاوب بده يكون واحد مارق عليه الكسات صراحه، يعني هي مش تحذير. هيثم شو رايك يا هيثم؟ لينكومايسين يمكن بيعطوا دكتوره، ايش بيعطوا للفرنجايتس اذا واحد ضل يرجع؟ لينكومايسين ممتاز يا هيثم، لينكومايسين انجكشن لينكومايسين او كليندامايسين يعتبر ايوه اذا ري عندنا ريكرنت انفكشن. شو يعني ريكرنت انفكشن؟ الشهر هذا صار له عنده فرنجايتس او التهاب لوز، بريح شهر شهرين ترجع عنده التهاب لوز، بريح شهر او شهرين ترجع عنده التهاب لوز، فعنده ريكرنت انفكشن. لينكومايسين ممتاز جدا زي السحر، اوكي بس هي الانجكشن بتحرق بينفول. كليندامايسين برضه بنتركه للريكيرنت انفكشنز. فاذا لو بدي الخص انا، الدراج اوف تشويس اذا ما عندي اليرجي بنسلين في او بنسلين جي او اموكسيسيلين. حتى هم بيحكوا هون انه الاموكسيسيلين التيست تبعته افضل من البنسلين في. طب واحنا لهالدرجه بنهتم للتيست؟ اه بنهتم، لانه الطفل السمبلي ما بياخذ الدواء اذا التيست تبعه سيء، اذا كان بيتر تيست مثلا مر ما بياخذ الدواء. حتى في تشيلدرن من كثر ما بيغلبوا باخذ الدواء اللي على فراوله، باخذوش اللي على بردان. لهالدرجه انا بهتم بهاي التفاصيل، اه بهتم لانه بالاخير هذا طفل بده ياخذ الدواء، بده ياخذ الجرعه الكافيه، مش اني انا اشتري شراب وبالاخير ادفع حقه والسمبلي الطفل ما ياخذش الدواء لانه طعمه مش عاجبه. نقطة تانية كمان، في ناس مثلا الشراب بيحطوا مع الحليب، مش دائما بتزبط انها تنخلط بالحليب ويشربها الطفل، في ادوية ممنوع تنخلط بالحليب، وفي ادوية مثلا بتمرر مع الحليب فبلقطها الطفل خلص بيرمي الرضاعة بيشربش لا الحليب ولا الدواء اللي فيه. فهاي كلها نقاط لازم نراعيها. فوجدوا ان الاموكسيسيلين طعمه افضل من البنسلين الاورال اللي هو مين بيكون؟ بنسلين في اللي هو الاورال، اوكي؟ كل هاي النقاط بدنا نراعيها. اذا عندي ما عندي الرجي عندي ثلاث خيارات، يا بنسلين في يا اموكسيسيلين يا بنسلين جي انجكشن. اذا عندي الرجي بدي اصنفها نان تايب 1 الرجي بروح سيفالكسين او سيفادروكسيل،
اذا عندي تايب 1 اليرجي بروح على الماكرولايد يا ازيثروميسين يا كليريثروميسين. اخر شيء نترك الكليندامايسين واللينكومايسين لمين؟ للريكرنت انفكشنز. هلا هون بالسيفالوسبورين يا الا ما بروح على الثيرد جينيريشن لانه مش كتير سبيسيفيك لهاي المايكرو اورجانيزم. الفيرست والسكند جينيريشن اكثر بيشتغلوا اكثر على هاي المايكرو اورجانيزم. انا كل ما مشيت من فيرست سكند ثيرد فورث بروح بصير مور جرام نيجاتيف بكتيريا. يعني ثيرد مش كتير افكتيف بعلاج هاي السبتوكوكس فارنجايتس. دكتورة بس سؤال. هلا دكتورة يعني بأغلب وقت بنروح الدكتور عشان الأطفال بيكون يعني بيعطوا مباشرة أزيثروميسين حتى أحيانا للأبر واللور يعني الأبر سبيرتري للور سبيرتري. عشان هيك هلا صار الجايد لنا بيحكي إنه صار كتير إن أزيثروميسين ريزيستنس بكتيريا لأنه مرتاحين. تعرف ليش برتاحوا عليه؟ لأنه وانس ديلي مش أكتر من مرة ولأنه أقوى شوي. فدغري بروح بعطيه ماكرولايد خطأ أو بعطيه سوبراكس اللي هو ثيرد جينيريشن خطأ. هذا كله مال براكس. زوماكس وسوبراكس كتير دكتورة كتير زوماكس وسوبراكس كل الشتي نحن نجيب سوبراكس وزوماكس. وهلا بتعرف ليش كمان صار الريزيستنس ريت عالي فصار ريجولر هدول ما يشتغلوا كتير بالرغم انه لهلا الدراسات عم تحكي انه هاي البكتيريا بالذات هي بتسسبتبل لهدول اللي ابسط ما يكون البنسلين الاموكسيسيلين لسه سسبتبل عليهم. فاذا بدنا نمشي على حسب الجايد لاين خلص اذا عندي سبتوكوكال فرنجايتس بروح على دراج اوف تشويس اموكسيسيلين وليس اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد بنسلين في بنسلين جي. عندي اليرجي بروح برضو على فيرست وسكند جينيريشن سيفالوسبورين لا ثيرد ولا فورث. أزيثروميسين والكريثرو بتركهم إذا عندي تايب 1 بس للتايب 1 أليرجي بروح بختار الماكرولايد. كلياتهم ديوريشن عندهم 10 أيام إلا بنسلين جي 1 دوز وأزيثروميسين 5 أيام. هذا برضو الجدول بيحكي لك متى بالأليرجي هينان تايب 1 تايب 1. هاي سيف دينير ممكن يعتبر برود سبيكترم يعني بنعطى بس انا ما ببلش فيه بعطيه الفيرست والسكند. سيفدينير كان ايش يا جماعه؟ كان ثيرد اورال سيفيوركسين سكند. فانا اذا بدي اختار من السيفالوسبورين بختار سيفالكسين سيفادروكسيل بترك السكند تشويس اللي هو سيفيوركسين سيفدينير بس ما ببلش فيهم. الكليندا بترك ولا ريكومندد للريكرنت هو اللينكومايسين. طيب الاوت كام ايفالويشن هو اخر سلايد بالعاده. دكتورة جرعة مطلوبة نحفظها؟ طبعا جرعة مطلوبة هون موجودة هون الجرعة مطلوبة طبعا اجمالا بدنا 3-5 ايام بنلاقي انه السيمتومز تحسنت المريض بلش يقدر يشرب ياكل الوز بتخف الانتفاخ الوايت سبوتس بتقل عددها تمام. لازم اعمل ري ايفالويشن اذا مر علي 72 ساعه من غير امبروفمنت. وقلنا ايش اكثر شيء الباراميتر للامبروفمنت؟ البين والفيفر. بده يخف الفيفر وبده يخف البين تمام. فولو اب كلتشر ار نوت ريكومندد. ما في داعي والله بعد ما اخلص مثلا الكورس 10 ايام اروح اعمل كلتشر اتاكد انه البكتيريا راحت. ما في داعي خلص اذا سيمتومز تحسنت معناها انه البكتيريا راحت. فيش داعي ارجع اعمل كلتشر اذا خلصت الكورس وتحسن المريض الا اذا ايش؟ اذا سيمتومز ضلت او اذا عندي ريكرنت انفكشن ضل يرجع ضل يرجع. بيسوى اني اعرف شو هاي البكتيريا. يمكن البكتيريا موجوده هي ستريبتوكوكس بس صارت ريزيستنت للانتي بايوتيك اللي بضلني بعطيه تمام. فممكن اعمل كلتشر سايتها. اذا فولو اب كلتشر ما بينعمل الا بحالتين اذا سيمتومز ما تحسنت ضلت موجوده او اذا عندي ريكرنت انفكشن بضل شهر شهر لا شهر وشهر لا بضلها تيجي الانفكشن ممكن اعمل كلتشر. اوكي هيك اخر سلايد. فرنجايتس طبعا ما لطيفه والتريتمنت تبعتها كثير واضحه. مش عارف عندكم اي سؤال عليها او سؤال على الشابتر.